لو الحكاية فيها إن فيديو وحضرتك برضه يعني حطيت يعني بصمه مختلفه للمهرجان السنوي. انا اسكندرانيه ودي بلدي وما ينفعش ما تكونش ما لديش الدعوه واجي، واحنا في وقت مصر محتاجه مننا جهود. احنا كفنانين لازم نعمل حياه من خلال المهرجانات، لازم نكون متواجدين. تفتكر ايه دور الفنان في المرحله اللي احنا بنمر فيها؟ ده اللي انا بقوله، هو ده دور الفنان، لازم يتواجد بشكل كويس ولازم يدعم. وجودنا هيفرق كتير، هيعمل دور. ايه ابرز الاعمال اللي انت بتحضرها؟ في حاجات كتير كويسه انا بحضر تحكيم، ما اقدرش اقول لك ايه لما تراضى لي، لكن هشوف ان شاء الله. في كتير افلام عالميه بالنسبه لاقرب اعمال حضرتك الفنيه ان شاء الله قريب اسمعوا كويس. اسمعوا كويس.